طبعا كابتن اهلا وسهلا فيكم اليوم شرفتونا ونورتوا الاردن طبعا أه حابين نتعرف عليكم ان شاء الله وتحكوا من اي بلد جايين وإيش اختصاصك كابتن بالضبط بعالم الرياضه؟ يعطيكم العافيه اول على الاستضافه أه معكم كابتن يوسف البقسومي انا مختص بالسترينث اند أه اللياقه البدنيه وقوه التحمل للرياضيين بشكل عام كافه وخاصه لاعبين فنون القتاليه والكروسفيت بشكل مختص اكثر يعني شرفتنا كابتن حبيبي شرف كابتن نتعرف عليك أه معاكم محمد الصقر أه معروف باسم بو درويش انا رياضي واخصائي تغذيه علاجيه ورياضيه ما أه عندي وايد لاعبين منهم فايتنج منهم كروسفيت منهم عادي لايف ستايل في بعضهم كره فعندي مختلف رياضات موجودين عندي أه تشرفت اليوم اكون موجود معاكم هني باستضافتك طبعا الله يخليك كابتن آه كابتن حابب ابلش معاك انا طيب. كل الناس يشوفوا عنا آه الناس العاديين غير الرياضيين اللي آه خلينا نحكي زي مقاتلين اللي بيحاولوا يجيبوا فئه معينه وزن معين يحاول يعني ينزل وزنه لفئه معينه هل انه اليه تنزيل الوزن للانسان الطبيعي نفس اليه تنزيل الوزن للمقاتل وايش وجه الاختلاف بالضبط؟ اول شيء الانسان الطبيعي اللي ينزل وزنه ما اكون حاط بالاعتبار هو الوقت اللي لازم ينزل في وزنه. يعني آه. عادي ياخذ له شهر شهرين ثلاث. حلو. ولكن المقاتل اللي يفرق عنه اني انا لازم انزله بفتره معينه بس يكون فرش يعني يكون بطاقته يكون بحيويته يكون بقوته أه وغطي نقاط الضعف اللي يكون في جسمه. عشان لما ينزل هالوزن يكون بقوه وزنه الطبيعي صحيح فهذه من الاشياء الاساسيه اللي انا لازم اركز عليها بالفا... بالفايتر ان انزله بطريقه وايد تكون سلسه وعندي تايم معين يهمني هذا التايم وايد حلو كثير يعني هاي يعني معلومه ان شاء الله الناس يسمعوها والجمهور وبصراحه هذا السؤال اجاني من قبل وانا كنت حاطط انه في راح اكون معاكم مع الكابتن ان شاء الله في حلقه حابين نسجلها طبعا انتم غنيين عن التعريف الله بس حبينا نعرف الناس فيكم اكثر يعني وكابتن نيجي لنفس السؤال تقريبا عندنا الرياضيين في ناس بيجوا على الجيم عشان يتمرن عادي وفي رياضيين بيجوا ما بكون عندهم زي ما بنحكي تركيز زي المقاتلين يعني المقاتل تمرينه مختلف عن اي صحيح. رياضي ثاني وايش وجه الاختلاف بين المقاتل تمرين المقاتل وتمرين الرياضي العادي يعني خلينا نقول زي مثلا شخص بتمرن كروسفيت شخص عداء هل انه آلية التمرين للمقاتلين مختلفة عن آلية التمرين للاعبين الكروسفيت او العدائين او صحيح. العاب كرة القدم مثلا؟ شوف جلال انت بطل وعارف يعني كل حتى بالفايت او بالفنون القتالية كل يعني كل فن يختلف شوي عن الثاني. بالضبط. عرفت يعني الجرابلر الاعداد البدني او ال... خلينا نقول التجهيز البدني لا يختلف عن السترايكر. لاعب الام يختلف عن لاعب الكيوكشن، لاعب مثلا الجوجوتسو يختلف عن الجودو، مع انهم اثنينهم ممكن يكونون قريبين من المصارعه والقرابلين بس طيب. التجهيز بالاعداد البدني بالرياضات هذه مختلف من غير ما نتكلم عن الكروسفيت والعدائين وكذا لان هذا يعني اختلاف كلي 180 درجه خلينا نحكي وطيب كابتن بدي <applause> اسالك سؤال ايش اغلب التمارين اللي بتركزوا عليها مع المقاتلين خلينا نحكي بالذات؟ شوف انت عارف انه مثلا لنفرض لاعب جوجيتسو انا شخصيا احب اركز على ستايل اللاعب أه. يعني احنا ممكن عندنا لاعب جيتسو بس الستايلات تختلف اذا بطوره بشكل احترافي اكثر حلو. يعني لاعب ستاند مثلا تركيزه باسنج اكثر وبريشر وبيلعب فوق اكثر سبيد باور ممكن ايه نركز على الامور اللي يحتاجها للستايل تبع اللاعب حسب ال الوزن عنده يعني وفي لاعب لا لاعب جارد مثلا يحب يلعب سبايدر لاس ودي لعيبه نشتغل على الجريب اكثر نشتغل على الايزومتريك سترينث اكثر السحبات تبع اللاعب آه، نقوي الرياكشن عنده بحيث اذا اخذت تراينجل او ارن بار تكون انفجاريه وفي تحمل فيها مثلا بالشوك عنده تحمل اكثر فكل لاعب حسب ستايله هذا بالنسبه لاعب الجيتسو طبعا كل، قلت لك كل فن يختلف لاعب صحيح يعني موضوع انا, أنا هذا السؤال اضطررت أيه؟ له بالذات لانه اغلب الناس بيقول لك انا مثلا بدي اقوي نفسي كملاكم او كمصارع اوكي أنا اروح اشيل اوزان صحيح باي اليه يعني مهم اشيل اوزان ارفع اوزان ف انت كابتن زي ما فسرت لنا كل صحيح. لعبه قتاليه لها اسلوب تمرين خاص بالقوه بالسرعة بالتحمل لها اسلوب خاص يعني صحيح. اغلب الناس ما عندها درايه بهذا الموضوع وحابين يعني حبينا ننطلق بهذا السؤال انه نوصل الفكره للناس ايش الخطوه الصحيحه لازم تتخذها عشان تطور حالك سواء كنت لاعب سترايكر صحيح. كيك بوكسينج بوكسينج مصارع لك تمرين اخر لاعب جوجيتسو تمرين اخر يعني شكرا لك على المعلومة الفخمة يعني أنا صباح. بس أضيف شغلة بس عشان أوضح نعم. الصورة أكثر هو إذا أنت سألت كروسفيت أو تمرين مختص آه. أنا مو أنا ضد أنا مدرب كروسفيت وعندي لاعبين بس ضد أن اللاعب الفايتر يتخصص كروسفيت آه. وتمرين الكروسفيت البحت كاكلين وجيرك وتكانيك طب الكروسفيت. ليش كابتن؟ ده أنا بتحمل على اللاعب بأمور ما يحتاجها يعني أنت بالنهاية فايتر غرضك الأساسي أنا أكون قوي وأتحمل لياقيا وبدنيا بالكيج مثلا صح فما بحتاج مثلا اتعلم تكانيك الباتر فلاي وادخل جسمي برسك التكانيك الصعبه مثلا صحيح. فاللاعب يكون بعرضه انه ممكن يحوشه فتيق ممكن يتعرض للاصابه واغلب خلينا نقول نوادي الكروسفيت اذا دخل كلاسز مثلا الجداول تكون عامه مش اعداد بدني آه صحيح متخصص ومتخصص للفايتر فهمت يعني احنا ممكن ناخذ بعض المفاهيم وندمجها حسب غرض اللاعب أه. لكن ادخل كروسفت العام واولمبيك ليفتنج واللاعب مثلا عنده رباط وعنده اصابه او كتفه ممكن ما يروح لا لا ورا فما احتاج يعني انت بتغطي له مثلا الاكسبلوزف باور انا ممكن اغطيها بتمارين بلايومتركس مثلا أه. دامج اقل واقل ستريس على اللاعب اللاعب عنده جدول اوريدي انتنس اللاعب انت بطل وعارف لاعب ما عنده سبارينج عنده ريسلينج عنده جيتسو عنده سلايكينج انت تقول موزع اكثر من شغله بالضبط فانت صح. اذا مو فاهم ستايل اللاعب مو فاهم جدول اللاعب واحط له انا كروس وحمل واحمل عليه ما ما راح يطور بالعكس راح يتعب اللاعب اكثر فيحتاج يعني جدول مختص وحسب احتياجه فقط صحيح شو اللي يحتاجه انا؟ والله آه. جوابك رائع كابتن يعني انت رجعتني لشيء انا بحكي فيه انه لا مدرب الاعداد البدني للمقاتل سترينث كونديشننج لازم يكون كمان على درايه ببرنامج المقاتل بالضبط. صح انه ايش اليوم صح. عندك مصارعه صحيح. بكره عندك ايش جوجيتسو بعده سبارينج فلازم يكون في تناسق بالبرنامج 100% <applause> <applause> يعني انا اذا بدخل مثلا فوليوم عالي بتمريني سواء لياقه قلبيه وانت عندك اليوم اوبن مثلا مات يعني مفتوح مثلا ام ام اي عالي راح يكون مجهد اللاعب صح. انت راح تتعب زياده وممكن اليوم اللي بعده ما يكون ريكفرد صح فانا لازم يكون في تواصل طبعا هذا اذا اللاعب فعلا محترف بالفكر انت عارف اغلب اللاعبين ما يحط الاحتماليه بباله يعني يجي صح. قبلها بشهر ويبي يجهز بطوله انتهى الموضوع فما يحط بباله انه انا في شيء اسمه تقدم بالحمل التدريجي نتدرج افهم جسم اللاعب هالموضوع ياخذ شويه وقت اذا نبي نوصل لليفل عالي حلو فهمت شو يعني اساس افهم يعني لازم يكون في توازن بالضبط بتدريب توازن بايش بالبرنامج تاعك عشان صحيح. ما يصير عندك حمل والحمل هذا راح يوصل لجهد وبعدين اصابه بالضبط هذا اللي اقصده كلامك شكرا كثير على المعلومه هاي كابتن و بعتقد إن ان شاء الله وصلت للناس اللي حابين يعرفوا اكثر عن هذا الشيء. كابتن بموضوع التغذيه عندنا المقاتل في مقاتلين بنزلوا اوزان كثير خلينا نحكي 10 كيلو مثلا. يا يا هل ترى انه هاي اليه تنزيل الوزن 10 كيلو ممكن انه يوصل المباراه مجهد او لا سمح الله انه ممكن ما يادي بطاقه عاليه كيف بنقدر نتلاشى هذا الاشي مع اي مقاتل مثلا بده ينزل وزن عالي؟ اول شيء يعتمد متى الميزان ومتى الفايت حلو <applause> هذا اول شيء بس رقم اثنين هو راح يكون مجهد راح يكون مجهد انت اليوم لما تتعود انك تتمرن على وزن 90 كيلو نعم وجسمك متعود على الحمل هذا اللي هو شايله فجاه يتنزل تنزله حق 80 كيلو خلال شهر زين يبي يبي له وقت عشان يتعود على الوزن الجديد صح عضلاته دنيته يبي يتعود على الوزن قوتك راح تختلف صحيح هذا بالنسبه للوزن حتى لو نزلته بشهر من غير تعب مم. بس لما تيجي تقول لي لا انا ابي آه انزل عشرة كيلو خاصه اللي ينزلون ماي بكميات كبيره، طبعا هذا شيء معروف حق كل المقاتلين. اكيد. بالنسبه لي انا عكس هالنظريه. انا ما اقبل بهالنظريه، هذه النظريه آه انحط فيها او نجبر فيها في اوقات معينه انه لازم انزل الفايت. صح. بس هل هي صحيحه؟ آه الناس كلها تسويها، بس انا اخالفها. أخالف هذه النظريه انا لازم اكون مرتاح لازم جسمي متعود على الوزن لازم اكون ريكفرد انا اليوم انا اليوم اذا اذا صحاشني جفاف ادائي يقل بنسبه صح. 65% صحيح فما بالك انت بتنزل كميه ماي كبيره خلال فتره قصيره اكيد آه كلام راح ياثر يعني على الاداء حق كل شيء عضلاتك 80% منها ماي يعني شلون تبيها فانكشنال احسن شلون تبي يكون فيها طاقه وثاني شيء الشيء اللي, اللي وايد يدشون فيه نسبة العضلات اللي موجودة بجسمك شيء جدا مهم ليش أنت صح. لازم فترة الإعداد أهم من فترة البطولة صح. فترة الإعداد قبل البطولة اللي هي الأوف سيزن أهم من الأون سيزن هو شغل كله يصير بالأوف سيزن صحيح أنت وقت مزرور. بناء العضلات أنت اليوم لو وزنك تسعين وما فيك عضلات أكيد بتكون قوي لأن فيك فات تعال نزلني عشرة كيلو وأبيك تكون قوي شلون وإذا أنت ما عندك عضلات أنت اليوم اللي يشيلك الفات اللي فيك الوزن اللي فيك هذا صح. اللي يشيلك اليوم بس انت لما تنزل ثمانية تطيح 10 كيلو فات ما راح تكون نفس القوه صحيح ولكن لو انت فيك 5 كيلو فات وعندك كميه عضلات وايد حلوه راح تكون قوي لان انت عندك عضلات نعم. فانا دائما اخلي اي فايتر يكون عندي اقول له الاوف سيزن اهم من الاون سيزن اهم يعني اي مرحله تقدر تطور نفسك فيها اكثر كمان اكيد لازم انت تتعود على شيء الجسم يتعود على نوع الاكل كميه الاكل هذا كله مهم انا لازم اكون بعيد عن وزني 4 5 6 كيلو بالكثير يا سلام مو 10 كيلو فتره الاعداد الاوف سيزن انا احتاج اكل زياده لان في تمرين زياده في جهد عالي مم. فانا مو ما يهمني اني انزل وزني المهم اني اكل واكون ريكفرد عشان اشتغل صح. فما يهمني الوزن بس مو معناته اني انا اطمر وايد بعيد عن الوزن حلو. لا اكون قريب بحيث اني بس اقلل الاكل ويقل اللود يزيد الريكفري عندي راح اوصل حق الوزن حلو كثير يعني هذه النقطه اللي وايد ناس للاسف عندنا مثل ما قال كابتن يوسف شهر ابي ابي جاهز حق بطوله، شلون؟ أربعة اسابيع ما مش كافيه انت تبي تق... تسوي قوه ولا تبي تسوي تعلم تكانيك ولا تبي جم... ولا تبي تبي تقوي تبي تشوف وزنك نعم نعم هاي صحيح هذه مشكلتنا احنا شويه يعني خلينا نحكي كابتن كل شيء لازم ياخذ وقته يعني صحيح. انت قبل بطوله تيجي اربع اسابيع غير كافيات نهائيا عشان تقوي جسمك عشان مثلا تبدا تنزيل وزنك توصل لفئه معينه هذا الشيء بيحتاج وقت كبير وعندي كمان سؤال انه بعد المقاتل ما يجيب وزنه خلصنا اليوم ميزان بكره راح يكون القتال خلال ال 24 ساعه ايش الـ 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 الاكل اللي لازم يتجه له المقاتل عشان يقدر يكسب طاقه اكثر ويدخل داخل الرينج سواء او كيج ويقدر يقاتل بنشاط اكثر اول شيء يعتمد على شلون نزلنا وزنه. حلو. هل نزل ماي؟ هل اضطرينا ندخله سونا؟ م -م. هل اضطرينا نقلل الماي عنه؟ هل اضطرينا نقلل الاكل عنه؟ هذا كله يفرق ان انا اعطيه شنو الجدول اللي وراء. نعم. يعني لو مثلا قللنا الماي لازم اعطيه يعني مثلا الكترولايت باودر عشان يرجع الماي بطريقه سريعه. اذا هو كان مرتاح وفرق ثلاثة أربعة كيلو لا بس أسوي له كارب لودينج. كارب. وشنو نوع الأكل؟ نوع الاكل لازم يكون هاي كارب لو لو بروتين ويكون على الاشياء اللي, اللي اللي تكون سهله الهضم بالنسبه للشخص انا اليوم ممكن اكل شوفان ياذي معدتي انت ممكن تاكل شوفان ما تحس فيه طبعاً. ففي اشياء انت تستصيغها جسمك يستصيغها بطريقه افضل اذا تبي تتكلم عن شيء بروفيشنال آه. يعني كل شخص له اليه معينه بالاكل بالنهاية انت اليوم تاكل رز تشبع انا اكل رز ما اشبع شو الفرق فهمتني؟ أنا اليوم ما آكل رز أكون مرتاح ما عندي نفخة. أنت تاكل رز تحوشك نفخة. صحيح. لا لازم أعرف شنو اللي يناسبني. إذا تبي تتكلم كبروفيشنال أصلاً يعني أكثر الأشياء اللي أقرأ عنها عن المنافسين هو شهر قبل البطولة ما يغير أكله. أها. يلعب بس بالكميات. ما يغ... هذا الشهر اللي قبل البطولة أنا نفس الأكل عشان أنا أتعود على الأكل جسمي أعرف شنو اللي يناسبني وشنو اللي ما يناسبني. صحيح. هذا وايد مهم، هل هالعقلية موجودة عندنا؟ صراحه انا ما شفته انا بصراحه انا ليش تطرقت لهي الاسئله لانه اغلب المقاتلين عندنا لسه على الاولد سكول اه ممنوع تاكل بروتين قبل في من مدارس قديمه يعني كان يقولوا انه ممنوع مثلا تاكل كارب في ناس مره من غير ما تاكل كارب في ناس بس تركز على البروتين يعني بروتين بروتين وما في عندهم علم ودرايه فاليوم اصبح في اخصائيين لهذا الاشي هو بيقدر يرشدك انه شو الاكل اللي تقدر تستخدمه زي ما انت تفضلت إيه لازم نعرف شو قبل البطوله إيه اكل وايش نزل وزنه مي سواء او الاليه اللي اشتغل عليها بتنزيل وزنه عشان نقدر بعد الميزان ندخله الاكل الصحيح بالشكل بس الصحيح. بس هذه المعلومه جت من اخصائيين تغذيه. نعم المعلومات اللي خذاها لازم تكمل بروتين، اقطع هذا، سو هذا، جت من تغذيه. صحيح فكل اخصائي تغذيه له فكر, فكر، مثل ما كل مدرب له فكر، مثل ما كل مدرب له طريقه. فهمتني؟ نعم فكل اخصائي يعني انت انا قلت لك في البدايه هذا الكت ويت مال الماي انا ما ما اشتغل فيه الا اذا اضطريت، في ناس لا تكون اساسي عندها هالشي صحيح انا ما اتطرق له يعني انا زي انا كمقاتل صراحه بنزل 4 كيلو مي يعني قبل الميزان بيوم عندي 4 كيلو مي متعود دائما انزلهم خلاص هيك صارت عندي سيئه نفسيا انه لازم اسوي هذا الاشي فانا بعترف انه هذا الاشي صعب وممكن يكون خطر على اللاعب ممكن يلعب نفسيتك يمكن صحيح. يلعب بـ بـ بتفكيرك انت اليوم لما يكون عندك جفاف جدا صعب ادائك يقل تفكيرك نومك يقل اذا انت فيك جفاف نومك يقل شلون انا بكون ريكفرد؟ كنت لاحظها قبل الميزان بيوم صحيح بالنهايه انا بالنهايه ابي اكون بالفايت قوي ابي اكون بالفايت صاحي أبي أكون... يمكن انا اقوى منه بس اخسر ليش صحيح. لانه يمكن استيعابي بطيء يمكن انا استوعب الحركه ببطء انا ما احس بس الناس تشوفني تقول لي انت بطيء. يعني هذه تصير معنا حتى بالكروسفيت مرات صحيح. انا اي اليوم اشوف ان انا تمام بس يقول لي انت وايد بطيء اقول له شلون؟ يقول انا قاعد اشوفك انت ما تحس بنفسك. اجهاد انت مو ريكفرد. صحيح كلامك فهمتني؟ فهذا الشيء ما يحسون فيه انت المفروض بالفايت تكون اقوى لان عندك أدرينال زياده. انت المفروض اذا آه يوم مثلا مثلا اكثر البي ار باللفتنج وكذي تصير ايام بطولات ليش عندك ادرينال وانت مركز وكل شيء فانت اذا اذا طقيت أدرين... طقيت بي ار بطوله معناته انت ماشي صح انت اكلك صح, صح. ريكفرت صح. كل شيء صح صحيح بس اذا انت رحت البطوله وما قدرت تشيل الوزن اللي انت اصلا متعود تشيله او صحيح. الوزن اللي انت متعود تشيله صار ثقيل عليك راح يصير اختلاف مور... عليك انت مو صحيح باختصار جدا مفيد يعني المفروض انك تنتبه على نفسك اكثر تروح للمنافسه جاهز من كل النواحي خطه مرتاح نفسيا أكل. مخك مرتاح جاهزيتك بتكون وزي ما حكينا مخك لازم الانسان يروح صافي وما بباله اي شيء مركز بس باللي رايح اسويه رايح اقاتل خلص اخلص قتالي بعدين اشوف شو اقدر اسوي شكرا صحيح. انت برمضان اول كم يوم لما تصوم بس انقطع عنك الماي جن صحيح فما بالك وقت بطوله إيش اكيد يعني شكرا لك على الاجابه الرائعه الله ومعلومات جدا قيمه الله. هاي قدرنا نقتنصها منكم يعني وشكرا لكم يعني راح تفيدوا الناس فيها ان شاء الله ان شاء الله كابتن نيجي نرجع معك على التمرين الاعداد البدني للمقاتلين في ممكن يجيك لاعب بطيء خلينا نحكي ملاكم اسلوبه كملاكم بطيء كيف ممكن نشتغل عليه اكثر نخلي اداؤه اسرع و... وحركته اخف يعني هذا يعتمد على اللاعب احنا نتكلم بطيء هو وزن ثقيل ثقيل اللاعب اه ولو هو وزن خفيف و... حلو وبطيء هاي. انت آه. هيك انت وصلتني للي انا بدي اياه بدي اتطرق معك موضوع في لاعبين بيكونوا وزنهم خفيف مم. بس اليته باللكم بطيء بطيء مم. مع انه البيس عنده البيسك تاع اللكم هذا صحيح بس يكون بطيء ودائما زي اللي شاد نفسه تنشن كثير فإلا يكون في اليه لتدريبهم شوف اذا كان مم. وزنه ثقيل وزنه خفيف يختلف يعني لو لاعب وزنه ثقيل حلو آه كميه الدهون جدا عاليه يفرق اذا كان لاعب ضعيف وسكيني سكيني يعني شنو نحيف يعني نحيف كثير نحيف نحيف صح. بس تكنيكهم ممتاز وما عنده سبيد هذا نقدر نشتغل عليه نعم آه زياده زياده السرعه اول شيء مرتبطه بتطوير السترينث اذا زاد السترينث عند اللاعب الـ الياف العضليه سباس فايبرز تصير اسرع تصير اعلى تصير دومننت اكثر إيه اللي بتساعد ان اللاعب يكون قوي اكثر قوي اذا مم. زادت القوه انت تشوف يجيب اي واحد من الشارع بيلعب حديد ثقيل بس ممكن اللكمه تكون باور قوية, قويه, صح. قوية. صحيح. ممكن مش سريعه بس قويه فغطينا عنصر القوه بعدين ندخل بعنصر السبيد اذا ركزنا بس على السبيد ممكن لاعب يتعرض للاصابه وممكن ممكن يدخل لانه ما عنده القوه الكافيه عضلاته مو مجهزه للسرعه اللي انت تبيها كمثلا مدرب ملاكمه. حلو. فاذا بنطور السبيد قلت لك اول شيء السترينث، بعدين نقدر نشتغل على بعض الامور اللي نسميها دايناميك سترينث. آه. نخصص بعض الايام ابسولوت سترينث اللي هي القوه القصوى وايام اللي نسميها القوه المميزه بالسرعه للفايتر. مم. مم. سواء اذا كان يعني يعتمد فتره الاعداد متى بعض اللاعبين حصل لي ظرف انا خلاص باقي على البطوله. شهرين نقدر ندخل ندخل بعض الدريلات مع الباندز مثلا او ايا كان بالتمرين نفسه تشوف مثلا بعض اللاعبين بيستخدم الكيبل او السير صح انا ما دخل اللاعب اعتبرها شويه يعني شو اذا كان اللاعب مو شوف انت اغلب اللاعبين الهواة خلينا نقول يسوي اعداد بدني بمطرقه ويضرب التاير شويه باتل روب وكيبل والسترينث عنده العضلات مو جاهزه ويدخل الفايت يجي له لاعب مجهز صح راح ينتهي صح انا اضمن لك يعني بمجال الفايت اعرف اللاعب اذا قوي ولا لا لان مرحله التطوير اللي انت تتكلم عنها تاخذ وقت فاذا اللاعب مو جاهز ومش مستمر راح يكون في مشكله وبعض اللاعبين جيناتهم قويه يعني بشهر يعني ما شاء عليك. الله يعني صح عليك. ولا لا صحيح. انت لازم تفهم اللاعب تدرس اللاعب شويه اكثر بس ايه العناصر هذه ما راح تتغير سترينث بعد السترينث السترينث سبيد اللي هي القوه المميزه بالسرعه نخصص لها بعض الايام سواء بالسير او الدايناميك سترينث يعني مثلا خلينا نقول تمرين الديد ليفت بس بفترة زمنيه اقل وزن اقل يعتمد على السرعه سبع جولات بثلاثه كل ثلاثين ثانيه اعطيك مثال حلو حلو. بس عرفت اما موضوع السير وكذا ممكن باخر مرحله التشطيب الاخيره مم. قبل الفايت مثلا باسبوعين الى ثلاث نسميها اخر فتره اعداد للمقاتل. صحيح ممكن انت لاعب قوي جاهز نبي نقلل الحمل عليك ما ندخلك اوزان ندخلك تمارين مم. تسرع الممرات العصبيه عندك تكون فايرد اب اكثر. حلو كثير فهمت شقصد؟ اه يعني طبعا يعني عند اللاعب يكون افضل صحيح. انت تبي تبني مقاتل صح لازم تبني تدريجي مثل اي شيء مثل لما يقول اوف سيزون لازم نبني اللاعب اما انا جيت يلا زيد السبيد حط لي لادر فوت وورك فوت وورك. ما يعني ما اعتقد هذه افضل طريقه يعني ممكن نفسيا اللاعب هو في سرعه بس نفسيا تحط له شويه لادر شويه مطرقه يمشي بس دخله فايت احترافي مع لاعب جاهز راح يعني. راح يبين الفرق يعني الاحتراف اي تفضل لا 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 كمل أيه. كمل يعني الاحتراف الاحتراف كم جوله تصير بالكيج؟ عندك اذا كانت على الحزام خمس جولات خمس, خمس جولات خمس دقائق خمس دقائق 25 دقيقة انت شايف مثلا بعض اللاعبين يكون باورفل وقوي اذا عضل يعني وممكن اغلب السيناريوهات ممكن لاعب يتحمل لاي جوله خلينا نقول جوله ثالثه بعدين شو يصير؟ ينزل بعض ينزل يصير دروب يبلش يصير ثقيل اه فهمت شو صح, صح صح هذا مثال ثاني يعني فاللاعب مش مجهز صح مركز مثلا بس على الباور مركز بس على سترينث معتمد على القوه اكثر من اللاعب اللي يسيطر اللي عنده جود سترينث بس دومينت باللياقه القلبيه اكثر آه صح وتصير باغلب الفايتات يعني صحيح. يعني حبيب انا ما اذكر انت شفت فايت حق حبيب تعب لياقيا آه لا نهائيا يعني نهاية. كان كونر كان يتعب لياقيا آه يعني عنده كونر هالمشكلة. مميز انه بعد الراوند 2 مستواه بنزل اي يعني كونر مميز وصياد وقوي بس مثلا حبيب تجهيز البدني انا صحيح. شايفه عنده ممتاز صحيح يعني بظله ضاغط وماسك وطول الفايت شغال والقوه الانفجاريه عنده والقوة مميز القوه الانفجاريه يعني بالتيك داون بوم صحيح سريع جدا بس في بعض اللاعبين يدخل كيج راسلر يخرع يعني اول اول خلينا نقول جوله جولتين مرعب اللاعب ممكن اذا ما حصل نوك اوت خلاص صحيح يعني هو معتمد على هالنقطه هذه هو جاي يعني عشان نوك اوت ويطلع وإذا ما قدر يوصل الى ما سلام عليكم ممكن انت يعني على الارض خلاص صحيح. انا يمكن دخلت موضوع ثاني بس بربط لك المواضيع لا بالضبط. لا صحيح هو اصلا متداخل ببعض بالضبط بالضبط فاللاعب لازم يكون مجهز بفتره ابعد صح. واللي يحتاجه اما يعني مثلا اللاعب يتوقع ان انا بدخل اجهز مع مدرب لياقه سيركت تريننج بعد آه. ال يعني انا دخلت الحين سبارينج وخلصت بعمل شويه روينج شويه سيركت تريننج لا, لا لا اذا انت فزت فأنت لاعب مثلا مهاري أو ما جاك لاعب بالمستوى اللي عادلك لحد صح الحين صحيح يا هذا يا هذا أو صحيح. أنت خلينا نقول يعني لحد الحين أنت محظوظ صراحة ما جاك لاعب بمستواك مليق بدنيا قوي أنه يظل وشغال طول الخمس دقائق خمس جولات إن شاء الله عليك كابتن يعني هي. أنت عميق جدا بالموضوع ووصلت رسالة مهمة جدا لأي ناس في ناس كثير حابين يعرفوا <applause> هاي اللمسة اللي أنت حكيت عنها صحيح. وهاي كمان رسالة لأي رياضي أو مقاتل إن إذا أنت حبيت تشتغل على إعدادك البدني لا تفكر أنك بسبوع أو أسبوعين أو بشهر أو بشهرين أنت راح توصل للمستوى المطلوب يفضل أنك تبدأ بفترة من قبل تجهز نفسك أكثر يكون عندك إعداد عام ولما تيجي عندك البطولة الكوتش تاعك يقدر يشتغل على الإعداد الخاص تاعك صحيح ووصلك للفايت انت مرتاح وقوي وسريع صحيح اضيف بعد شغله نعم نعم من الامور اللي تمر علي بشكل كبير خلال السنين آه، لا الفايتر ما يتحمل ضغط التم، فوليوم حجم التمرين بالاعداد البدني نعم آه دائما يحط باله انا منهك انا تعبان التمرين ثقيل آه، يتعبني بالسبار ما انت اللي حاط نفسك يعني هو اول فتره لازم يكون في تعب لازم صح لازم جسمك يتكيف على حجم التمرين مثل اي رياضه ثانيه كل شيء له ضريبه يعني بالضبط لك تتعب عشان تقدر بالضبط يعني مثلا اللاعب يجيك صحيح. قبلها بشهرين جهزني ما يعني انت الليفل اللي انت طالبه لفايت احترافي المفروض جايني من قبل ستة اشهر وشغال حلو اشهر ما في مشكله فانت شوف كل لاعب حسب مستواه ممكن يجيك ضعيف تعبان فهمت فلا بد انه يكون في تعب ويكون في تواصل صح والله كابتن انت وضع جسمك اوكي عندك اليوم سبارينج تواصل معاي هذه نقطة مهمة ما في تواصل اللاعبين يعني, يعني كابتن علي... هاي نقطة مهمة ايه جدا اللي حكيتها انت انه يعني جد المدرب الاعداد البدني لازم يكون مطلع على تمرين الشخص ومتواصل عشان اذا اجهدتك اليوم وعندك سبارنج المساء ممكن تروح وتنصاب وما راح تأدي بالشكل المطلوب ما في تواصل لاعب ما عند كلمني انت الحين فهمت شخصيتك كلمني هل اليوم تعبان والله عندي كتفي شوي صح بغير لك بالجدول صح لا بد انه يصير في هذا التواصل بنوصل حق تارجت معين وما خالف اطول عليك في شغله اخيره بالعكس احنا حابين نستوفي الاجابه كامله ان شاء الله حبيبي في المثل اللي هي المعتقدات الخاطئه نعم ان انا اذا لعبت شويه حديد راح اثقل هذا هذا العقده رقم واحد حلو. بين الفايترز حلو صح ولا لا فاللاعب بيدخل عندي لا انت بتعطي سترايك او حديد او ايا كان انا بعضل بسرعه راح اصير ثقيل عرفت شو آه اقصد؟ ما آه آه انا خلينا اكون صريح انا كانت باعتقادي اوكي انا اول مره بعرفها الصراحه اوكي انا مستعد قدام الكاميرا تجيب لي اي لاعب واعطيه جزء من جدوله حديد ومستحيل يثقل احط اي مبلغ تبي ما يثقل اذا كان اللاعب ماشي صح. صح. اذا كان ماشي صح وفي تواصل ومتابع صح وماشي على الخطة صح مستحيل يتقل شلون يتقل يعني هو كمية العضل المناسبة لوزن اللاعب وستايله صح كلام يعني شلون راح يتقل يعني انت مثلا خلينا نقول فيتور بلفورت على ايامه كان عنده كمية عضل بغض النظر وكان جدا سريع وجدا قوي صح ولا لا صحيح فانت ما تبي كمية عضل بادي بس كمية العضل المناسبة انت ما راح تعطيه بادي بيلدينج اكسرسايز بس الحديد مهم الحديد مطلوب للفايتر شان يغنيك بقوله. عن الاصابات يحمي مفاصلك عضلات تحمي المفاصل مم. يغطي الامبالانسز عدم التواضع يعني الامبالانسز يعني اذا كان في اختلاف او ضعف صح. بالعضلات ما يغطي لك على عرفت والسترينث ممكن احنا نتكلم سترينث مش بناء عضلي يعني السرنج غير غير البناء العضلي غير الهايبرتروفي تروفي يعني نقوي العضله ونزيد التحمل فيها اي فاللاعب مو مستوعب يعني الموضوع البناء العضلي يرتبط ارتباط كبير بالتغذيه لسا يعني كنت جاي اتطرق بهذا أيه هو لازم يطرق لهذا الموضوع لازم يتطرق لهالموضوع يعني هو راح يشرحها اكثر بس اذا اذا اللاعب كان على ماشي على دايت معين ما راح يزيد ما راح يزيد شلون يزيد صح صح فانا اشتغل انه أغوي اللي يسمونه عندنا العرب العصب اقوي آه عصب آه صح صحيح ايوه انا وما... شغله انا إيه؟ دائما بسمعها صحيح كلامك اي بس علميا احنا نقول عصب بس هي إيه آه تغويه الرياكشن تبع اللاعب تقوية الممرات العصبيه للاعب فنسميها عصب فالسيجنالينج من الدماغ بالممرات العصبيه لل... للعضلات تكون فايرد اب اكثر فتحس اللاعب ضعيف بس باورفل قوي وسريع صح ولا لا نعم ضعيف بس خليه يلعب على التشيس مرعب يعني سريع قوي تحمل عنده عالي تحمل جدا عالي يعني صحيح. كانه بي بي ممكن يكون اقوى من الوزن آه. اللي اعلى منه صحيح وهذا ما يات من بوش ابس وبول ابس اذا تبيه يكون جدا قوي انت عارف لاعبين تاي مثلا نعم جدا يعني باورفل بشكل يقرع مثلا مايك تايسون ما كان عنده قوه بنيه عضليه آه. كان بطيء ما ده. كان بطيء كان صحيح. انفجاري كان يلعب حديد صح سرعته بتعادل ناس سرعته افضل من ناس وزن 60 كيلو هذا ما ثقل صحيح. ما حسيته ثقيل اخو نزل نعم صحيح لان نعم. ماشي على تمرين صح وفي مباشره يعني انا اشوف اللاعب مثلا اجهزه اسبوعيا طرش لي فايتاتك خليني اشوف السبار ثقلت تحس بشد ايدك تنزل لا انا اموري طيبه لا احس كتفي اليسار كانه قاعد يثقل نبلش نغير بالجدول لازم يصير في متابعه يعني آه. عرفت ولازم انا اشوف مثلا اللاعب يعني انا لاعب جيتسو هاوي ساعات العب مع اللاعب بس اشوف الفيل تبع اللاعب الجريب متى يتعب؟ فهمت شقصد؟ حلو كثير بس انه يثقل انا ب... يعني انا اقول لك قدام الكاميرا ما راح يصير الشيء اذا كان في سيستم صح والحديد مطلوب للاعب سواء كتغويه سواء حمايه للمفاصل او يغنيك عن الاصابات واذا كان بجدول مركب صحيح. ما شاء الله عليك يا كابتن يعني بصراحه يعني في معلومات انا جدا قديش انا مقاتل اليوم اول مره بسمعها حبيبي يعني حكيت شيء زي بقولها كفيت ووفيت بكلامك ما شاء الله لأن هذه معتقدات خاطئه يعني بي. وكمان خليني اكون صريح معك في ناس بخيله بالمعلومات انت ما شاء الله بالعكس. حكيت كل شيء يعني هذا شيء فخم جدا حبيبي يدل على شخصيتك انك انت رجل معطاء الشغلة اكيد بتحب نتعلم عشان نخدم يعني هذا شغف إيه. شغف المجال يعني ما شاء الله عليك كابتن ودنا اللاعبين يطورون بالعكس يعني يعمل. انت انت لاعب بروفيشنال يمكن لو تزيد هالمعلومه وتزيد تضيفها شيء راح يصير ابجريد للمستوى راح يصير مميز اكيد 100% هذا هاي يعني انا بصراحه اليوم كسبت معلومه كثير فخمه منك حبيبي لا بالعكس <applause> 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 عندي اه طبعا كابتن انا رجعت مدرب لك هو لانه مدربي فانا اقدر اقول شيء اه زين اول شيء اضافه على سالفه انه بطيء ولا ضعيف ولا سريع انت مثل ما قلت هيك واحد ضعيف بس بطيء نعم فالعكس بالعكس يذكر هيك واحد ثقيل بس سريع صحيح انت قاعد تمرن الجهاز العصبي قاعد مثل ما قال لك امرن الممرات العصبيه اللي عنده فهو استيعاب لمن, لمن يعطي من المخ اوردر انه يسوي حركة الممرات العصبيه تكون سريعه فهو يكون سريع <applause> حتى استجابته تكون سريعه <applause> حتى له النقطه في لها تمرين معين اللي تكلم عنه هذا شيء جعلك نرجع شي لك فيها كابتن اما شيء ثاني فهو ممكن يقول وايد معلومات بس انا دائما اقول انا يعني في مجال التغذيه في ناس بحر دراسات تتكلم تخرعك من من الابحاث نعم صحيح بس بالتطبيق انا اقول هذه فطره ان شلون الواحد يعني خل اقول لك مثال مثلا يعني خلينا نحكي النظري غير عن العملي بالضبط انت يمكن عندك معلومات كبيره بس نظرتك تختلف صحيح يعني مثلا انت ممكن شلون اوكي آه, okay. لما اي, اي واحد يدرس مثلا ماده الرياضيات يمكن انا وياك ندرس نفس الماده صح يمكن انا اخلصها بساعه انت تخلصها بخمس ساعات اه استيعابي فرق لل... القدرات استيعابي للموضوع كذي بس خلني ندرس شيء ادبي انت تخلصها بنص ساعه انا اقعد لي يو يوم كامل صحيح اه يعني في فطره انك انت تفهم الشيء هذا بطريقه مختلفه، انت تشوفها بطريقه غير. هذه فطره. صح. وخلينا نحكي تفاوت بالقدرات. هذا شيء تفاوت. يعني هذا شيء ماكو ما يعني صعب. صح. شفت لما تلاقي واحد هو يعني موهوب بهالشيء، موهوب بهاللعبه. صح ولا غلط؟ صح صح نفس الشيء، موهوب بالتفكير موهبه. هذا. موهوب يعني شلون يقرا اللاعب، شلون يدرسه، شلون يحط الاشياء اللي تناسبه وتطوره بسرعه. وهاي اللي بتميز مقاتل عن مقاتل او لاعب عن لاعب سواء بالرياضات الثانيه. بالضبط الموهبه. يعني بس الموهبه انا باعتقادي لحالها ما بتكفي انه لازم تنسقل والتزام وتدريب, وتدريب. نفس المعلومات نفس أكيد المعلومات يمكن عندك معلومات وايد الحين صحيح. كل شيء معلومه موجوده هو قاعد يضيفها كاخصائي او كمدرب. نعم يعني يقول لك انه نعم. ممكن يكون عندي انا بحر المعلومات طيب. بس بالتطبيق. بس بالتطبيق ما اعرف انزل آه. وزنه ما اعرف اطور اللاعب بس معلومات عندي معلومات بس قادر اطبقها على الواقع هذا عم. اللي يقصده صحيح وهاي شغله آه ما بعرف آه اغلبيه اخصائيين تغذيه بالبدايه يمكن يواجهوا صعوبه فيها بس في ناس زي ما حكيت انت عندهم معلوماتهم بس قدروا يطبقوها بالشكل الصحيح ويلاقي الزاويه اللي هو مرتاح فيها اقول لك مثال آه كان عندي قبل بالثانويه كان عندي امتحان زين امتحان فيزكس أه. فانا كنت موعد المدرس اني بدرجه كامله كنت مواعد موعد كذي قلت له ما شاء الله عليك زين كان يقول لي يلا خلينا نشوف فشنو سويت يا درست وحليت يمكن فوق 50 امتحان يا الامتحان خلصته بعشر دقائق بس فكان في مساله واحده قعدت علقت فيها حلو شنو مشكله هالمساله إنها كانت وايد بسيطه وانا عندي وايد معلومات آه. يعني هو قاعد يشوفني وانا احل يقول لي انت ليش معلق على هذه هي وايد بسيطه ليش انت معقدها لانه انت, أنت مخك معلوم... تدرب على اشياء الان ما هو معلومات بس الشيء بسيط صح فهذه مشكله يمكن اللي عنده معلومات وما يقدر يركبها صح ما استفدت شيء صح يا لازم تستخدم خلينا نحكي اسلحتك بالشكل الصحيح بالضبط عشان ما تيدي نفسك لانه اذا ما قدرت تستخدمها بالشكل الصحيح راح تكون ضدك هي, هي الشغلات انا أخ... خل اختصر الموضوع هذا انت شلون انا أقيم مدرب مش انت الحين حاب انك تحط مدرب امامي مثلا صح يساعدني بش شلون اغيم انا المدرب شاطر غالبا تقييمي يكون بانجازاته مثلا صح عدد اللاعبين عدد الانجازات صح ولا لا شو شلون اعرف انا المدرب شاطر ما يتم شاتك انا لاعب بالنهايه ما ان شاء الله عندك دكتوراه بتساعدني بتخليني افوز الفايت صح هذا قرض وصلني أي... لهدفي قرض اي لاعب التقدم والوصول للهدف صح. السلام عليكم فهذا دائما اللي نتكلم عنه بال بالاعداد البدني بس اخواننا العرب شويه الاغلب على الاقل الفكر قديم لا زال قديم احنا هذا اللي حابين انه ان شاء الله إيه. المدرسه تتطور اكثر العربيه بالضبط الثقافه قديمه ولا الشباب يكفلون لا يعني انت تمشي مثلا على جدول يتعب شوي يستسلم خلاص لا بشوف لي جدول تبع مثلا اللاعب اللاعب اليو اف بغلد الجدول آه. ما راح تصير انت انت لا 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 لا. لا. انت مو مش لاعب يو اف سي وزنك لحد. مختلف إيه بالضبط انت ما تحتاج الاشياء اللي هو يسويها نفس الشيء بالتغذيه نفس الشيء انا كان عندي لاعبين هم. نفسي يعني يمشي على جدول تغذيه لا لا انا بمشي على جدول التغذيه تبع لاعب يو اف سي الفلاني مم. هذا هذا هو هاي الاخطاء الشائعه الصراحة اي وانا عارف ان هاللاعب يعني مستقبله محدود لانه فكره محدود ما صحيح. راح يتطور غير مثقف يعني لازم تنفتح اكثر أكيد. وما يكون عندك تقليد عامة بالضبط. يعني زي ما بيحكوها تكون عارف أنت شو قاعد تعمل صحيح. وهذه الآلية اللي راح توصلك لقدام صحيح صحيح طيب نرجع لموضوع التغذية كابتن هسا موضوع التغذية مهم جدا بالأداء الرياضي ما أعتقد أنه إذا أنت صار عندك خربطة بالأكل أدائك الرياضي راح يبين عليه فالآلية الصحيحة لأي رياضي أنه لازم كيف يحاول يلتزم بالغذاء وكيف يحاول يدخل مثلا كارب قبل التمرين البروتين بعد التمرين ايش الاليه الصح اللي لازم اللمسات هاي البسيطه اللي هي راح تفرق مع اللاعب أوكي. انت الحين بطل وانت عارف هالشيء نعم اذا انت فعلا مخك كبطل وبروفيشنال هذا راح يكون اسهل شيء لك حلو لانه راح يكون ما عندك هم غير اكلك ونومك ورياضتك تمرينك فقط. صح اما اذا انت كنت هاوي هذه الاشياء راح تكون عندك مشكله مع الرياضيين البروفيشنال اللي تعاملت معاهم هذه ما تكون مشكله بالعكس آه. تكون عندي مشكله شلون اقدر اوصله يوميا ريكفرت حلو بس حلو كثير. اما لما تيجي هاوي لا اكيد لا اكل لا بس انا اليوم لو حاط هدف ابي اصير بطل ما راح يهمني شنو اكل حلو كثير ما راح افكر شنو اكل شنو تبي ناكل اوكي متى تبي ناكل اوكي انتهى نقطه انتهى نعم ما راح يناقشني وصلني للهدف وصلني بس المهم وصلني صح مثل شاء الله ما انا الحين لما نيت تدرب اعطيني الخريطه تاعت اللي اقدر اصل فيها بشكل اسرع يعني مثلا لما نيت تدربت عند يوسف يعني هو مدرب هو يعني اخوي قبل لا يكون مدرب ما شاء الله عليكم جارسة. شنو قلت له؟ اقول له مالي شغل قول لي تمرن كذي راح اسوي كذي بس لما ما اوصل راح اقول لك ليش ما وصلت صح تقول تعبان راح اتمرن صح مو تعبان راح اتمرن نام اوكي كنسل راح انام الساعه 9 ما راح اطلع فهمتني؟ فلما آه. يكون واحد عقليته لا يبي يوصل ما عنده ما يشوف شيء ثاني ما راح ياذيني اكل ولا <applause> ما اكل صحيح كلام ما راح ياذيني هي الاراده بال... يعني ما راح يعني ما راح لا باخذ اجازه بسافر ما راح اذيه هذه ما, ما... ما راح تكون هم بالنسبه صح. لي اما شنو التغذيه اللي لازم ياكلها يعتمد على اللايف ستايل ماله على أولو... على ال... على اللايف ستايل ماله وعلى حياته اليوميه شلون صايره هل يداوم ما يداوم عنده شغل ما تمرينه متى وقته؟ كم مرة يتمرن باليوم؟ شنو نوع التمرين؟ ابي اشوف البروجرام ماله، يعني مم. انا اليوم لما يوني لاعبين من اصدقاء لي من يوسف، من غير لا اشوف تمرين انا اعرف تفكير يوسف فانا اعرف شنو تمرينه. بس لما يجيني واحد من برا ما ادري شنو الفوليوم من التمرين، شنو مم. الانتنسيتي ما. لا لازم اشوف صح عشان اقدر اقيس، اليوم مم. انت تتمرن انتنسيتي عالي وفوليوم كبير، مو نفس مدرب ثاني عنده لا فكره انه لازم ما اعطيك فوليوم، لازم اعطيك فوليوم محدد. تغذيتهم غير عن بعض يا سلام عليك كابتن احنا هذا صراحه اللي بندور هذا الجواب اللي بندور عليه انت بروفيشنال ولا ما تبي تكون بروفيشنال؟ صحيح لازم تفكر كعقليه بروفيشنال لا هذه الامور اللي يفرق بينك وبين اي لاعب ثاني برا والشيء الثاني الاستمرار شكرا صحيح الرياضه يعني نفسها عفوا يعني انت صراحه عفوا الرياضه نعم. مستوى الرياضه كل سنه يتطور نعم مستوى الرياضه ما بالك مستوى اللاعب صحيح انت الحين المستوى لاعبين الفايتر قبل عشر سنين غير مستواهم اليوم جدا فما بالك يعني انت تبي تجهز قبل شهر فلازم انا لازم أسأ... تستمر بالموضوع نعم هسه كله بيعرف جيجيتسو جي الكل بيعرف مصارعه الكل بالسترايكنج اموره ماشيه ف المستوى تقارب كثير اكيد يعني انا باعتقادي بالام او بالالعاب القتاليه قد ما المستوى صار عالي صرت الاحظ انه اللي بيخطا اول هو اللي راح يخسر صحيح اخطات او انت اخطات قبل خاص انت اللي راح تخسر صحيح. يعني صارنا نشوف مين اللي بيخطا، اول ما يخطا خلاص صح راح صح ينتهي المباراه صحيح صح, صح, صح كلامك يعني شلون ما يخطا؟ لما يتمرن اكثر صح هو ما فيها ممارسه هي ما فيها شيء صح جينات تلعب الموهبه تلعب بس اذا انا تمرنت اكثر منك راح افوز صح اذا انا اعطيت اكثر راح افوز وطبقت بالشكل الصحيح راح افوز صح, صح انا اما اذا ما عفوا اذا اه ما اعطيت اكثر راح يكون نفس ما قال تشانس يمكن ما اللاعب اللي بمستواي صحيح حالفك الحظ شكرا حلق. بس اذا انا مجهز خلي لي ما عندي مشكله حلو كثير كابتن انت كنت نقطه راح توفي عليها لا يعني انا مثلا عندي لاعب اي رياضه حتى خاصه الفايتريه او الكروسفت بقول له انت راح تدخل تفوز راح تدخل فعلا قدامك <applause> يعني فعلاً. اي لاعب ايا كان ام كذا اذا جهز عندي راح اقول له انت تشانس الفوز عندك 95% ما شاء الله عليك 5% هذه من ربك يعني يا اما يعني اذا اللاعب فاز الله يعطيه العافيه يعني هو فعلا يستحق لان ادري ان انا نانا وصلت لاعبي لاقصى مرحله اعداد يعني كفي كفينا وفينا فيها مستحيل احد اذا احد بيطوفه يعطيه العافيه و نادر يصير هالشيء اذا كان تحت اشرافي ان شاء الله لا الثقة والله والله صحيح والله والله صحيح, صحيح. صحيح. صدقني كابتن انه ثقتك انت انا متاكد انه ثقتك انت راح بس هذا والله فرق. الثقه صحيح. هاي بتعكس على اللاعب اللي عندك م. بتزيد بتزيد نفسيته ويصير احسن م. ثقته تعلى اصلا اكيد الموضوع يصير مسؤوليه انا الحين ما مسؤوليه مستقبل اللاعب هدفه كله عندي انا فايش مصلحتي انا يعني هو لا الفلوس الزايده اللي قاعد اخذها ما ايش بستفيد؟ صح عرفت؟ فهو شغف الموضوع، م. فاقول له اذا مشيت معاي واعطيتني الثقه 100% ما عارف. انت راح تكسب اخ ومدرب وشخص تعتمد عليه بالاعداد البدني وغيره، يعني انا رتب لك كل الامور. عرفت؟ بس قليل اللي يتحمل هالموضوع هذا، قليل اللي يقعد لي الساعه 6 الصبح يتمرن، يلتزم بالدايت، صح. روح اعمل مساج، روح اعمل ريكفري، تتحمل يجيك يوم يعني يعني ما تدخل فعلا يعني ما تجيك ايام صعبه بالسبارنج ماني جاي اليوم خلاص. آه. انا جاسي. هاي النقطة كنت اتطرق لها كابتن. هسه في قاعدة بتقول لك اسمع لجسمك ليسن تو يور بادي. انه اللاعب مثلا اليوم انا تعبان ومجهد. هل انه انا لما احس باجهاد وتعب كثير زايد علي مم. لازم ابلغ المدرب تاعي عشان يعرف ممكن يقول لي ارتاح اليوم انت المرحلة هسه اللي انت فيها ما لازم تتمرن. شوف مراحل الاجهاد في ساينس في علامات تدل ان اللاعب فعلا مجهد حلو. علامات علميه ثابته مثلا ارتفاع بنبض القلب بشكل غير اعتيادي، تعرق الزايد، الرجفيه، عدم التركيز والموضوع يستمر يا سلام. عرفت يعني مثلا انا بعطيه اوزان معينه الاوزان بتغل، حركه ايده صارت ابطا من المعتاد، يعني آه. ما تجيك ايام آه. تحس نفسك اقل انفجاريا بالتيك داون مثلا، بالسبرول انا اليوم ثقيل احس في ايام اللاعب يحس لا باورفل ونفي صح ولا لا؟ آه، صح؟ أنا, انا قاعد اتخيل شو تحكي؟ هذا هو فاللاعب مثلا احنا لعبنا الحين سبار ثلاث دقائق دقيقه راحه انت بعد الرابع جوله بتحس خلاص يا اخي تعبت في ايام تلعب 20 جوله ما عندي اي بالزبط. مشكله بالضبط فانا لاني فهمت جسمك وعطيتني الفتره الكافيه ما ما في اوقات ما يحتاج يكلمني في اوقات كمل 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 اشتغل يعني انا خلاص فاهم اللاعب عارف من حركته عارف فكره شلون من تعابير ويها افهم ان اللاعب بيدلع شوي او اللاعب عنده او اللاعب لا خذ اغراضك وروح البيت. يعني عليك كافي ما شاء الله. اذا مر بهال بهالعلامات هذه غالبا اقول له البيت افضل واني باكر انا اعدل لك بالجدول. اقول لك الراحه صحيح جزء صحيح من التمرين بعض الاحيان. اكيد اكيد بس صحيح. انت شلون تغيم يعني؟ طبعا. يعني شوي انا راسي يابس <applause> يقول لي يقول لي شلون جسمك اليوم اقول ما لي جدول راح صحيح. راح اتمرن. حلو هذا قفل حلو, حلو ما اشوف قدامي بالعكس هاي اراده واصرار بنص التمرين بنص التمرين يقول بس وقف روح البيت اه بين عليك يبين وأنا او وانا, ب... وأنا ادري اني تعبان بس كاد شويه بس هو كشفك واضح. عارف يبين. انه هذا راح يصير شيء ضده يعرف مستواي فاكيد صح. يعرف صح. وموضوع انت يعني بالنهايه لاعب امامي يعني لاعب بالتجهيز يكون يعني بروحه خلاص يعني اللي فيني فشخصيات ممكن انت من الشخصيات اللي لا لازم اضغط شوي صح. في شخصيات لا اقول له خلاص خلاص امشي على البيت صح. وهو بنفسه يحترق ويرجع فانت تعاملك مع الشخصيه هذه مم. هذا الموضوع شويه ياخذ وقت آه. عرفت؟ صح. وهذا احد اسباب نجاح الفايتر ترى اي لعب اي لاعب فيمكن المدربين يعملون هالنقطه بس نقطه التعامل مع الشخصيه ممكن هالجاب هذا هو اللي يوصلك الليفل الاعلى ياااا آه. عرفت؟ يعني انت حبيت الكوتش وثقت فيه اضحك يلا اتفضل يعني خليني اتخيل هاي آه 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 آه. يا تعرف شغله كابتن يعني صدقا آه صدقا يعني اول شيء كلامك كثير حلو حبيب. ولمس عندي شغلات يعني انا تخيلتها بحاجه لها صراحه صحيح انا بحاجه للكلام اللي انت لا انا اكلمك لانك انت فايتر ومريت آه وعارف يعني بالضبط <applause> آه بعض احيان بحس انه في كلام الواحد لازم يسمعه ولازم صحيح. هون تكون قوي كمان مو بس بجسمك اكيد اكيد يعني انا ذا الكوتش تاعي قدر هاني يقويني وانه يعطيني ثقه بالنفس انا راح اادي بشكل ممتاز جدا صحيح الثقه نص الشغل يا اخي انت قاعد تخيل مواقف يعني اخر موقف صار في بطوله في مصر اه كان عندنا تمرين وقلت قال لي راح تشيل هالوزن 110 زين انا ما عندي 110 انا ما عندي يا. ما شلته يعني ولا عمرك ما شلته ما شلته من الارض فما بالك راح اشيله من فوق زين فسخنت قال لي راح تشيله سخنت ال100 كيلو طاحت مني مرتين. اها كان اهدد الوزن وامشي. كان اقول له ترى من فوق مو من تحت. كاي يقول لي انت سخن ويصير خير. قعدت شويه شنو قال لي؟ شايف علي. شا يقول لي شنو خفت؟ قلت له لا, لا ما خفت عادي. <applause> وانا ما انا ماني انا مو ما، مركز شلون راح اشيلها للحين. دشيت شلته. ما شاء الله عليك. هذا موقف من مواقف تكررت يعني مو موقف واحد تعرف شغله؟ مو موقف واحد آه. يعني انا انا ضحكت على وايد مواقف قيس مواقف وايد وايد قدر يقنعك يعني هو يعرف يعرف شلون يستفزني لأنه عارفه كمان انت كشخص <applause> هو يعرف شلون يستفزني عارف <applause> شو نت. قاعد تسوي انت يعرف شلون يستفزني صح استفزاز <applause> <يعرف تصفيق> <يعرف تصفيق> ايجابي عشان <applause> يشتغل بس, بس هو اختار الوقت المناسب عرف ينفذ صح صحيح صحيح طبعا ما شاء الله كابتن المعلومات اللي عندكم لا تقدر بثمن يعني عميزة. جدا أنا أول شيء مبسوط أضفت إلي أنا كجلال اليوم معلومات جدا قيمة والجمهور سمع شغلات أنا بعتقد في ناس كثير من عمرها ما سمعتها وبحاجة عميزة. إلها حميزة. وكابتن حابين نبدأ معاك بدنا نصيحة لأي شخص حابب يتوجه ويلتزم بالإعداد البدني يقوي كعضلاته ويقوي يقوي أدائه يرفع من مستواه ومن لياقته نصيحة بشكل عام لأي انسان حابب يمارس الرياضة، شو اهم خطوات لازم يلتزم فيها؟ شوف جلال انا عندي الشخص اللي ينتظر موتيفيشن وينتظر احد يوجهه ما راح يوصل. حلو. خاصة عندنا بالوطن العربي. لازم من جواه. إذا إي يعني أنت احنا لا دعم، لا مثلا ثقافة بالمستوى العالي، فأنت إذا يعني أنا عارف اللاعب إذا فعلا يبي يوصل آخذه، إذا اللاعب مستوى الفكري عنده محدود يبين. مم. من كلامه من قراراته مثل توي قلت لك يعني راح. من من شخصيته يبين فاذا اذا يعني احنا وصلنا مرحله اللاعب الاعداد البدني ماله المفروض ما يوقف ما راح يو ما يوقف لا خاصه لاعب يعني مم. انت صح. اذا لاعب داش يعني انا دائما اقول حق اللاعب انت مستواك محلي بتنافس على عمان بس على الكويت بس اوكي ما في مشكله بس بتنافس على الخليج مثلا عندنا اوكي بس تطلع اسيا وعرب مثلا خلينا نقول مستويات اعلى بتروح على بريف بتروح على اليو اف سي الموضوع صحيح يختلف صحيح هذا صحيح جزء من حياتك صحيح الاعداد البدني جزء من حياتك مثل الدايت انتهى الموضوع بتوقف بعد الفايت فتره قصيره بترجع مره ثانيه الى انت تقرر انت تعتزل يعني يعني لازم تكون جاهز دائما انت دائما جاهز صحيح ممكن الحمل التدريبي ما يكون مثل قبل الفايت بس لازم تكون انت مستعد في اي لحظه الكابتن راح يجهزني بشكل يعني انت الحين توصل مرحله جلال بطل خالص يعني عندك السكيلز كلها ممكن الاعداد البدني هو اللي راح يسوي لك ابجريد، يعني انا عندي مثلا الكاونتر تبعي قوي، السترايك قوي، بس محتاج ازيد سرعه، تخيل انت على السكيل اللي عندك سرعتي زادت، النفس زاد، رده الفعل زادت عندي، آه النوك اوت باور زاد عندي، انا مثل ما انا السكيلز من سنين يعني قاعد احاول اطور يعني فهمت شخص بس مثلا خلينا نقول السبمشن، مثلا باخذ التراينجل باقل من ثانيه، قبل لا بعدل بركب فاهم صورت تطورت الامور هذه تفرق يعني الامور الصغيره هذه تفرق يعني حطيت اللاعب على الكيج ممكن شويه نفس تخيل ان هذا نفس طال عندك تخيل انت الريكفري بين الجولات زاد صح فهمت شخصيت فالاعداد صح. البدني صار جزء اساسي لاي لاعب فعلا حاب يدش مجال بروفيشنال صحيح عرفت اذا احنا كعرب نبي نتطور للمستوى يو اف سي واعلى عرفت يعني احنا العرب انت عارف ما في مواهب؟ مليان عندنا مواهب بس بحاجه انه كوتشز اللي يوصلونا للطريق الصحيح ومحتاجه يعني الشخص يكون فعلا مستعد وبالنهايه كلها تضحيات يعني صحيح انت ما ضحيت عشان توصل هالمستوى نرجع لانه ما في شيء الا له ضريبه ما راح توصل الا لما تتعب بالضبط فانت صحيح حسب الليفل اللي انت تبي توصل له يوم صعب يوم بس لازم في ضريبه لاي شيء بس كاعداد بدني راح يكون جزء من حياتك يعني بأي لحظه لا غنى عنه نهائيا نهائيا انت تختار المدرب الصح يعني ممكن مدرب ما يكون ذاك العلم بس متفاهم انت وياه صحيح فهمت شخصي؟ هذا راح يوصلك اللي انت تبيه صحيح التفاهم جدا مهم بين اللاعب والمدرب تكون واثق من المدرب ما صح. تشكك ما تغير تخرب الخطه بنص التجهيز يعني عليك. يكون يكون في ثقه ثقه يعني انا مستند على رجل راح يوصلني اخ قبل ما يكون مدرب انت اذا صار عندك هالفكره انا محمد انت مدربي اذا استنت على شيء ندش انا وياك وين ما وين ما تبي يعني. كسر الدنيا زين بالضبط <تصفيق> <تصفيق> هذا هذا اللي انا اقصده <applause> فبالعكس الشباب مفروض باي عليك. سبورت اي فن قتالي المفروض ما يوقف اذا حاب انه فكره يكون او مستقبله يكون اقوى يعني ما شاء الله عليك كابتن طبعا هاي شهاده انا تحكيها اول شيء انت جدا رائع وكلامك يعني أهين. كثير 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 حلو وانا زي ما حكيت لك خزنت اليوم معلومات جدا رائعه حاضر نيال الكويت فيه خدمتك والله أيوة. نيال الكويت فيك والله الكويت فيه وفي يعني اه طبعا <applause> نيالي انا فيه هذا آه شيء <applause> انت انت محظوظ <applause> جدا انا مستغل استغلال تام ماكو <applause> 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 هو من شخصيته <applause> معطاء هو من <أنا> شخصيته <applause> انسان معطاء <تصفيق> <تصفيق> والله لا لا ما يكفيني معطاء <applause> انا مستغله انا ما ماكو <applause> لا لا بستغلها <applause> بالشيء الايجابي عشان ما شاء الله لا ما شاء الله عليكم أكيد يعني هي الدنيا مصالح بس مصلحه عن مصلحه تختلف هو مصلحتي يدور، يفكر بنفسه بس من الاخير <applause> <موز تصفيق> <applause> 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 كابتن حابين نسمع منك نصيحه للناس اللي احيانا بيفقدوا اهميه التغذيه بالتمرين واحد متجه للرياضه ومش منتبه كثير للتغذيه رساله له عشان ينتبه اكثر للتغذيه ايش لازم نحكي له الصراحة يعني شوف التغذية موضوع شخصي نعم يعني أنت دام راضي على اللي أنت فيه أنت راضي مم. بس إذا أنت مو راضي لازم تحط حق نفسك خطة صح أغلب مشاكلنا اللي موجودة بالعرب اللي هي اللايف ستايل مالنا قاعد بمكتب يهمني اليمعات عزيمة أروح سينما هذا واحد إحنا نتجمع عشان ناكل إحنا ما نتجمع عشان نشوف بعض إحنا بس نتجمع شنو جايبين اليوم ما يصير. آه. يعني يهمنا يعني نسال شنو موجود؟ منو مو منو موجود؟ لا شنو موجود؟ <applause> شنو موجود اكيد؟ ها رقم لانه في ناس احيانا بتتمرن ويقول لك انا خلاص وجبه باليوم تكفيني وهو كرياضي. هو أه مرتاح يحس انه هو اوكي طموحه اوكي مثل ما قال لك انت شنو طموحك؟ آه. انا دائما ما احط حمل او ضغط على الشخص اذا هو أه مرتاح، يعني مثلا لما يني لاعب يقول لي انا ابي اضعف، اوكي تغذيته تختلف نهائي. صح. بالتوقيت بالكميه بال... راح اوصله حق هدفه بس باقل ستريس ما يحتاج كميه المعلومات والضغط والترتيب لا ما يحتاج يعني عليك. بس لما يجيني واحد يبي يوصل يهمني متى ينام وش كثر يشرب ماي اكثر من الاكل شوف الفرق حلو كثير يعني هو مو موضوع كل واحد على حسب ليش احط عليه ضغط اليوم انت جاي تبي تلعب تبي تتعلم امامي تبي تتعلم شيء خلاص ما تبي تنافس ليش احطك بضغط ونزل وزنك وتلعب لا مم. ليش استانس العب حصه اليوم حصه جيسو باكر سبارنج باكر مو والله اليوم العب جيسو الصبح بالليل العب يعني كونديشننج لا نحط حمل زايد ليش صح. هو يمكن اللي فيه مكيف هو مرتاح كذي ليش انا اضغط عليه صح فهمتني كل واحد انت راح تتعب انا راح اتعب صح وهو ما يبي التعب اللي انا قاعد اقدم له مو بالضبط يمكن يطفش بالضبط صح كلام ليش اخليه اعقد له الدنيا لا بس مثل ما قلت لك اذا واحد جاي وهو قافل هذا ما راح يتعبني اصلا. يا. هذا راح اقول له زين لا اطلع استانس يقول لا ما ابي ابي انام. صح. صح. فهمتني؟ صح. هذا الفرق بس. يعني كي كل واحد كل شخص ايش جواته وايش الهدف اللي عنده. على حسب. نرجع للهدف وايش الاراده اللي هو بالضبط جاي عشانها. بالضبط. كلام كثير حلو وسليم والله كابتن طبعا انا اليوم تشرفت فيك والله كابتن نورت ان شاء المعلومات اللي اخذناها جدا قيمه لا تقدر بثمن خدمتك وان شاء الله توصل للجمهور بالشكل المناسب ان شاء الله وبالطريقه الصحيحه يا رب ان شاء الله شرفتونا اليوم انا جدا برنامج نور فيكم والله. والله شكرا كثير شكرا لك فيك صرفتن. صراحه ومعرفتك الله يسعدك ويعطيكم الف عافيه الله يعافيك شكرا